نعم مشاهدينا، ننتقل لمحطة أخرى من ضمن هذا المشوار الصباحي اللي نتعرف فيه على مبادرة فردية لتنظيف الشوارع. هذه المبادرة حملت عنوان مطلي، أما تفاصيل أكثر عنها رح ناخذها بعد حكمة هذا اليوم. صباح الخير، صباح ثقافة النظافة، والنظافة دائما من الإيمان. مهم جدا أن يكون عندنا الوازع الوطني، الوازع الخيري، وأيضا الوازع التطوعي بموضوع ما يتعلق بتنظيف الأماكن العامة، تنظيف الشوارع. وهي كمان بتدل على النظافة جوا قلوبنا، بتدل أيضا على يمكن ثقافة القضية الفلسطينية اللي فيها صورة دائما صحيح. بتعطي أنه بلادنا أفضل بلاد، وهذه ممكن القدرات هي كمان من أعمال بشرية. صحيح، وهذه بدل كمان على ثقافة الوعي المتواجد لدى الفرد بأهمية أنها تكون البيئة من حولنا هي بيئة صحية نظيفة. نحن نستحق يعني أنها تكون هذه البيئة من حولنا بأبهى صورة. تفاصيل أكثر عن هذه المبادرة، هي كانت مبادرة فردية، صاحبها نعمان شقير. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك عنا في برنامجنا في مشوارنا الصباحي. شكرا لكم وشكرا على استضافتي بالبرنامج اليوم. أنا من سكان الطيري الجدد يعني ومن الأماكن اللي بحبها بالطيري شارع تيسير عروري اللي هو بيسموه المطلي. وهذا الشارع فيه أطلالة حلوة على الساحل الفلسطيني، من هناك بتشوفي قرية عين كينيا، بيتلو، رمتيس، يافا والساحل الفلسطيني. إجمالي أطلالة جميلة جدا، بتكون بالليل مشغول كثير. إذا بتشوفيها بخلال النهار للأسف المنظر مؤذي كثير. فأنا بطلع الصبح بتمشى أنا وزوجتي حنان شقير، فحكيت لزوجتي إنه أنا عندي فكرة إني أعمل عمل تطوعي ننظف المكان، وهي شجعتني كثير. فأنا طبعت منشور صغير ودعيت الناس إنه يشاركوني في هذا العمل التطوعي. بخلال أسبوع يعني الموضوع كان على وجه السرعة، وتمكننا انه ننظف جزء كبير من هذا المكان. للاسف هاي المشكله او المكان هذا هي ظاهره، مش مشكله بحد ذاتها انه شارع معين، ظاهره في كافه المدن الفلسطينيه او الاماكن السياحيه. خلينا نحكي، انا لي من يوم ما رجعت من كندا عمالي بزور الاماكن التاريخيه في فلسطين، ولاحظت للاسف في اهمال. طبعا مشكلة النظافة لها شقين، ممكن الجهات المسؤولة أو البلديات في عندها نقص في الطاقات أو في تقصير، بس هذا لا يعني أن أنا كمواطن أني أرمي زبالي. هذه نقطة مهمة أن يكون صحيح. المواطن هو المبادر كمان صحيح. لأنه في أعمال يعني تقع على البلديات، ولكن بذات الوقت مطلوب من المواطن ما ينتظر صحيح. من البلديات أو ينتظر أيضا من المواطنين الآخرين يقوموا بالتنظيف من وراءه. هذه نقطة مهمة. نعم صحيح. هلا في يعني تصرفات غير مسؤولة من كل قليلي، وفي عندنا مثل بالفلاحي بيحكي مجنون وقع حجر في بير بلزم 100 عاقل لا يطلعوا. فاحنا الكل القليله هاي اللي عمالها بتوسخ الاماكن العامه وبتشوه صوره المشهد الفلسطيني تقع على عاتقنا احنا كافراد. فهي انا مش انا اللي بوسخ، بس اصبحت انا واجبي ومسؤوليتي اني انظف. نعم استاذ نعمان، يعني احنا بنتحدث عن ثقافه النظافه، مش لانه انت عشت برا وشفت هذه المجتمعات، ايضا انت بتشوف انه هي وازع من داخلنا، وازع مهم جدا ان تكون شوارعنا نظيفه. انت نشرت منشور ولقيت كمان مجموعه من الناس ساندتك. مهم جدا كمان نحكي عن موضوع التربيه اللي لها علاقه بالنظافه، لانه من واحد لواحد انا ما القيت وحكيت لاثنين او ثلاثة وكملنا على هيك بلادنا أحلى بلاد. فكيف شوف التفاعل الناس اللي شاركوا؟ هذا الإشي شجعني وأعطاني دفعة إنه أنا الفكرة هاي عمالها بتتطور، وبحاول بالأيام الجاية أطور هاي الفكرة وأتعاون مع المؤسسات مع البلديات بحيث إنه هذا يكون بشكل مستمر، مش عمل منفرد ويتوقف. أنا بناشد المسؤولين من رئيس الوزراء محمد شتيه للرؤساء البلديات انه اول شيء يستثمروا بالطاقات الفلسطينيه. احنا صح ما عندنا ابار بترول، بس عندنا شيء موازي لابار بترول اللي هي العمل التطوعي. احنا الفلسطينيين عندنا رغبه وعندنا استعداد الفزع بلدنا. في عندك طاقات مهمله، وهي انا يعني بدعو الجهات الرسميه انها تستثمر في
في العمل التطوعي، والعمل التطوعي ممكن يغير المشهد الفلسطيني، يعني ممكن يعمل تغيير جذري. يعني هو في مثل دائما نحكي العونة، خاصة في مثل موسم قطف الزيتون، ممكن العونة تتكرر في كل الأشياء. يعني أنا من صغري أنا كنت نطلع ننظف المقابر مثلا قبل الأعياد، موسم الزيتون نروح نقطف زيتون، موسم الحصيدي دراسة نروح، يعني مش لإلنا نكون مع ناس ثانيين، نروح نشارك. العمل التطوعي مغروز فينا كفلسطينيين، وإحنا بنحب نعمله وبنفتخر فيه، وفي عندك طاقات حائلة غير مستثمرة. فأنا يعني إن شاء الله بالأيام الجاية بدعو للناس اللي عندهم استعداد يشاركوني بهاي التوجه. إحنا عملنا صفحة مؤقتة بس للتواصل اسمها سواعد الطاهرة، أي حدا معنا بالعمل التطوعي جميل مبادرات زي هيك. يعني هي المشكلة، يعني لما بلشت أوزع المنشور هذا كل الناس بيدعموا بحيوا هاي الفكرة، يعني الكل شايف المشكلة بالذات من يعاني. والشارع الطيري اللي عم تذكره هو حيوي يعتبر جدا. يعني بالصبح جدا. وبالليل وبكل الوقت. حب هيك من الناس يلي شاركوك بهالمبادرة، في إشي كان ملموس يعني مثلا كعائلات أو شبان صبايا رجال، إيش كان ملاحظ يعني بالزبط. من الناس اللي فعليا كانت بحاجة لخطوة لحتى هي كمان تكمل بالضبط. يعني من الناس اللي إجوا وشاركوا، واحد كانت إيده مكسورة يعني إجا وشارك، من الناس اللي شاركوا كان في أستاذ حكى لي كيف هو بيعلم طلاب المدرسة وكيف هو بالحر اللي هو فيها بينزل بشكل تطوعي، وين البلدية ما وصلت تنظف بالعمارة هو بينزل بنظف. فثقافة النظافة موجودة فينا، بس للأسف الكل الغير ملتزمة عمالها بتوسخ المشهد العام وبتعطينا منظر بسيء لإلنا كلياتنا. فأصبح إحنا من واجبنا إنه إحنا نكون بهذا الدور، يعني لحين ما يتم أكيد. لحين ما يتم علاجه بشكل وهذا طريقة واعية للمجتمع، بده توعية، هذا بيعطي النتيجة على المدى البعيد. وكمان لازم يكون في قوانين صارمة، معاقبة اللي بلقي النفايات من السيارة اللي بلقيها في مكانها غير صح، لازم يكون في مخالفات، وهي موجودة في كل دول العالم، احنا لازم نطبقها. بس هاي عمل بعيد. يعني استاذ نورمان، لما نتحدث انه شفنا من الصور كيف الموقع كان قبل وكيف بعد، لما انت حتى كنت حاطط كياس المهملات اللي موجودة، في اشياء ممكن شوي بتصدم البني ادم او بتضايقه كثير او بتحبطه، لما انت بتنظف شارع بعد يومين ثلاثة ترجع انه تلاقيه وسخ مرة على مرة مرة على مرة، ممكن توصل لمرحلة طب وبعدين، يعني امتى حضلني بهذا الموضوع؟ بالضبط، هو احنا الحل هاي مشكلة، يعني احنا الناس اللي بنكره النظافة فرصة نسأله قديش له الشارع وكيف وضعه هلا. احنا لسه بدنا من يوم حتى نعرف كمان يوم الجمعة الثقافة فعليا هي لسه، بس هي احنا الحل المؤقت هو العمل التطوعي. صحيح. الحل الدائم انه يكون في قوانين رادعة، لازم يكون في رادع، لانه احنا ممكن 100 شخص ما نلحقش تنظيف على شخص واحد. صحيح. اوكي. يعني انا مثلا بشرب فنجان قهوة، مثلا كاس قهوة برام الله، بضل حاملها بايدي بمشي فيها كيلومترات لما الاقي مكان اكبه، بس في حد تاني بيقول لك شوف البلدية ما بتنظف بكبها، او بيشوف كومة زبالة بالشارع بيزيد عليها. انا برفض هذا الحكي، واغلب الناس برفض هذا الحكي. نعم. فهلا احنا العمل بالذات انه عمال البلديه يعني لهم الاحترام اكيد ومنتشرين بكل الشوارع، وحاولت يعني انا ما بدي احكي بس عن بلديه رمضان، نحن عم نشاهد، ولكن البلديات عده، وهي البلديه بقصدها تنشر العديد كمان كانت من الصور والفيديوهات اللي بتشجع الناس على اتباع الاساليب. خلينا نقول الصحيح، اوضح بالنسبه لشارع تيسير عروي، انا بشوف، انا بروح الصبح بكير بس مش هناك، بروح المساء، المشهد الصبح حلو، انا بشوف عمال البلديه بينظفوا الرصيف والشارع، بس ما بعد الرصيف هناك في الوسخ الكثير، يعني يمكن هو خارج حدود عمل البلدية لأنها أرض خاصة يعني بتصفي. صحيح. يعني هو يعني البلديات يعني شايف في جهد، ما بعرف إنه إذا في إمكانية يحطوا جهد أكبر أو لا، بس على الأقل مطلوب من المواطن هلأ يحط جهد أكثر. صف، أنا شفت أنا أعمل هاي المبادرة لحل هاي المشكلة، لحين إنه والله إنه توعية النظافة أو يكون في قوانين صارمة ترجع الناس إنه يبطلوا يرموا الكمامة في مكان هلأ. يعني هاي تحية كبيرة لك أستاذ نعمان ولكل المتطوعين اللي كانوا معكم، ترفع لكم قبعة وإن شاء الله دائما بنشوفكم بهاي المساحة الهامة جدا من التطوع. كمان هاي رسالة موجهة لكل أبناء شعبنا اللي بيطلعوا رحل على المنتزهات على الأحراش، مهم كتير إنه إحنا نوكل ونشرب وننبسط إحنا أولادنا، بس ما نكب وأيضا ما نشعل النيران، خاصة إن إحنا تابعنا خلال الفترة الماضية موضوع الحرائق في كل مكان في العالم وشاهدنا هذا الإشي أيضا في القدس. صحيح.